إذا اليوم راح نكمل بالفول ويف ريكتيفيكيشن. راح آخذ الآن نفس الفول ويف. إحنا المرة الماضية عملنا فول ويف ريكتيفاير حطيناها على ريزيستيف لود، ولما طلعنا كامل الفولتج كان طبعاً إن فيز كومبليت إن فيز، وكان شكله متماثل تماماً. كان اللي طبقوا التنين على بعض السبب إنه طبقوا إحنا نعطيه ريزيستر واحد أوم، لو غيرنا ريزيستر مثلاً لعشرة أوم راح يصير عندي كانت تنزل لعشرة قديمة. فالآن بتلاحظوا إن الكرنت والفولتج كومبليت إن فيز، شكلهم نفس الشكل بالضبط بس سكيل، ما في شيء فيز أنجل ما بين الاثنين. رح نترك هلا الريزستيف لود، رح نحول هذا الريزستيف لود إلى آر إل لود. فرح آخذ، فأخذت نفس المثال السابق بيستعين هون فول ويف ريكتيفاير. كم بالس هاي الريكتيفاير بنعتبرها؟ 2 بالس، لأنه في الأوتبوت هون لما بطلع على الفولتج في الأوتبوت فول ويف. إذا هون بطلع كل سايكل والسايكل 20 ملي سكند، هاي 20 ملي سكند. ليش 20 ملي سكند السايكل أو البيريود؟ لأنه 50 هرتز، الفريكونسي 50 هرتز. هاي عندي هاي بالس وهي كمان بالس، إذا كل 20 ملي سكند عم عندي 2 بالسز، فبنسميها ريكتيفاير 2 بالس ريكتيفاير. إذا بنطلع هون هلا عندي أنا غيرت اللود هون من كان ريزيستيف لود، فكان شكل الكرنت بيشبه نفس شكل الويف فورم تبعت الفولتج بس سكيل حسب قيمة الريزيستر. غيرت هون القيمة بحيث إنه ضفت الاندكتر، والاندكتر ضفته بحيث إنه عاد 50 هرتز الرياكتنس تبع الاندكتر بساوي الريزيستنس تبع الريزيستر. فعندي لود كأنه لود هون 45 درجة الفيز أنجل تبعته 32 ملي هنري. إذا بتحسب 32 ملي هنري كيف بحسب الرياكتنس تبعتها؟ أضربها بمين؟ 2 باي اف في ال، 2 باي اف في ال، فبتعطيني حوالي 10 أوم. هلا نرجع هذه زي ما كانت 10 أوم. رح نعمل الآن معنا مرة ثانية. إذا بتطلعوا، إذا بتطلعوا في عندي بالبداية الانيشال كرنت في الاندكتر كان زيرو، لأنه هذا هو الانيشال كونديشن. هيك احنا حطينا الانيشال كونديشن في الاندكتر زيرو. إذا ما فيش عندي كرنت كان ماشي في الاندكتر، في ترانزيت فيز هون، ترانزيت لحد ما يوصل. لاحظين كيف وصل ستيدي ستيت؟ ثبت الآن الكرنت على هذه الستيدي ستيت اللي موجودة هون. هذا الكرنت طبعا شكله دي سي، في طبعا رح يكون في لاج حوالي 45 درجة ما بين الفيز انجل تبعت الكرنت والفيز انجل تبعت الفولتج لأنه اندكتيف لود. والكرنت لاحظوا إنه الكرنت في الاندكتر كونتينيوس ما بينزل لزيرو. لاحظين النقطة هاي؟ هاي نقطة مهمة في كل الماشينز. غالبية الماشينز لما يجي نطلع عليها الموتورز عبارة عن اندكتيف لود، ريزيستيف اندكتيف لود. فهون عندي الكرنت عماله ما بينزل لزيرو، بضل له قيمة معينة. لأنه في اللحظة اللي الفولتج وصل لزيرو شو بكون الكرنت لسه؟ لسه في كرنت ماشي في الاندكتر. الطاقة اللي مخزنة في الاندكتر قديش قيمتها؟ متذكرين قديش؟ في عندي طاقة مخزنة في الاندكتر، زي ما في طاقة مخزنة بكاباستر لما يكون عليه فولتج أو تشارج. الطاقة اللي مخزنة في الاندكتر بتساوي هاف ال اي سكويرد. ال اللي هي الاندكتنس، قيمة الاندكتنس، واي الكرنت، هاف ال اي سكويرد بالجولز هي كمية الطاقة المخزنة في الاندكتر. فحتى لما الفولتج يوصل هون زيرو لسه في كرنت ماشي عندي في الاندكتر. لاحظين هون الفولتج لما نزل تقريبا لزيرو لسه في عندي كرنت ماشي في الاندكتر، الكرنت نون زيرو. فالكرنت هذا ما راح ينزل لزيرو فجأة، راح يبدا يعمل ديكي بس بالحق. وهي تقريبا الزاوية اللاج قديش تقريبا قيمتها؟ 45 درجة. لأنه أنا عندي هون هذه تقريبا 180 درجة، يعني أقل من 45 درجة، المفروض تكون حوالي 45 درجة. إنه مضبوط إنه هون 45 درجة، خلينا نتأكد منها نستخدمها مرة ثانية. هي هاي آر لازم تكون 10 ولا 1؟ 1 أظن حتى تكون 45 درجة مضبوط.
ممكن سؤال؟ نعم تفضل. ليش لما احنا غيرنا الريزستف لود طولت الترانزيت؟ عم خففنا الريزستف. اخذت وقت اكثر الترانزيت. الكرنت لما نزلت انا الريزستر الفاينل ستيدي ستيت فاليو للكرنت صار اعلى مضبوط؟ حتى هو يوصل هذا الفاليو الاعلى مش بده وقت اطول؟ فاخذت وقت اطول حتى يوصل الستيدي ستيت. مش هذا سؤالك؟ سؤالك انه هون ليش اخذت فتره طويله هاي حتى يوصل هذا الكرنت؟ لاحظ انه هذا الكرنت اعلى بكثير من الكرنت السابق لان نزلت قيمه الريزستر لعشر القيمه الاصليه. مضبوط؟ فلما نزلت صار الكرنت ستيدي ستيت كرنت اللي بده يوصل له اعلى لانه الامبيدنس اقل. مضبوط؟ فلانه الامبيدنس اقل صار يقدر يوصل كرنت اعلى. حتى يوصل هاي القيمه بده وقت اكثر حتى يوصل هذا الترانزيت. احنا اظن الزاويه 45 كانت على واحد مش 10 مش هيك؟ فالمفروض الان اذا بنطلع رح نشوف هلا فعلا صارت الزاويه عندي حوالي 45 درجه. هاي اذا بنطلع هون تقريبا هاي الزيرو كروسنج تبع الفولتج هي تقريبا هون الفيز لاك تقريبا 45 درجه ما بين ماشي واضحه. اذا اول ما بحط اندكتيف لود لما بصير عندي لود اندكتيف بصير في عندي فيز انجل شيفت وبعدين الكرنت هون بتحول لكونتينوس. في حين الكرنت لما كانت ريزيستيف لود ايش كان؟ ديسكونتينوس. لاحظوا كيف ديسكونتينوس. خليني ارجع هاي لريزيستيف رح اشيل ال ال ورجعها هذه ل ار بس نعمل اوكي ونعمل ران. طبعا هون الريزستر لانه واحد هو منطبق الفولتج على الكرنت. لاحظين الكرنت كيف ديسكونتينوس او بنزل لزيرو بنزل لزيرو بعدين ببدا مره ثانيه. في حين الاندكتر كانه الاندكتر عمل نوع من السموثنج على الكرنت. مظبوط؟ رغم انه الفولتج بلسيتنج البلسيشن اللي في الكرنت اقل بكثير. مظبوط؟ كانه الاندكتر مع الريزستر عم بيعمل زي فلتر نوع من الفلتر. مره ثانيه بنطلع عليها رح ارجع هذا ار ام لود وراح احط هذه 32 هنري زي ما كانت بحيث انه الزاويه الانجل تبعت اللود تكون 45 درجه. رح اعمل رن مره ثانيه. لاحظوا البلسيشن في الكرنت اقل بكثير. مظبوط؟ فكانه الار ال نوع من الفلتر عم بيعمل فلترنج. فالكرنت اللي في الاندكتر الاندكتيف لود ما فيش فيه بلسيشن في الكرنت بالاصل. ماشي واضح هاي؟